بالنيابة عن رئاس البلغارية، أود أن أشكر السيد لزريال على هذه الإجابات التي بها العديد من التفاصيل. كل التفاصيل قد نوقشت، وأعتقد أنه من الضروري أنه قد تطرق أيضا إلى الإطار الزمني الخاص بالتحقيق، ويوجد العديد من التفاصيل، وأعتقد أن هذا مهم للغاية، أن هذه الادعاءات يتم مجابهتها بالتحقيقات، ويوجد شفافية، وتلك المعلومات يتم تمثيلها وعرضها من كل الممثلين، لأن إسرائيل قد قامت ببعض الادعاءات، ولكن بعد هذا التقارير قد كشفت أن الأمر ليس له علاقة بالأنور في حد ذاتها. العديد من الدول الأعضاء يتفهمون الحاجة الإنسانية للأنور في غزة، وأهمية توفير المساعدات بشكل لا يتوقف إلى المدنيين في جميع أنحاء غزة. هذا لابد أن يبقى هو أولويتنا القصوى. العديد من الدول الأعضاء أيضا قد صرحوا أنه لا يوجد أي بديل للأنور في غزة، ولابد أن نوقف هذه الفراغات في التمويل. وأيضا نحن نرحب بهذا الاتفاق بخصوص هذه النقطة، إن المساعدات الإنسانية لابد أن تبقى هي أساس قراراتنا الجماعية. العديد من النقاشات والحسابات الخاطئة تدور في هذه اللحظة الحاسمة. يمكنني أن أتحدث وأؤكد أن الوكالات البلغارية التنموية التي كانت قد أسست في غزة كانت دمرت بالكامل في بداية يناير من هذا العام، ولقد طلبنا بمزيد من التفاصيل وتعليق من الجانب الإسرائيلي، ولكن لم نحصل على أي معلومات. نحن نطلب من كل الأطراف المعنية أن تكون شفافة وتوفر كل المعلومات الضرورية التي نحتاجها من أجل التحقيقات وحتى تنتهي من هذه الادعاءات. وهناك اتفاق ايضا من بين الدول الاعضاء حول اهميه الشفافيه الكامله من كافه الاطراف، من الانروا بالطبع، ولكن ايضا من الدول التي توفر التبرعات. وكان في هذه اللحظه كما قال السيد، يوجد العديد من الفلسطينيين عالقين في رفح، يواجهون هجمات مستمره من قبل اسرائيل باوامر رئيس الوزراء الإسرائيلي. هؤلاء الأشخاص ليس لديهم أي مكان يذهبون إليه، إنهم في وسط أزمة إنسانية ضخمة.